هذا التحرك على أبواب وزارة البيئة لننقل عبرها الموقف بالاعتراض وعدم الموافقة على اللي حصل في كوبنهاغن. اللي حصل بكوبنهاغن هو فشل ذريع للبشرية في إنقاذ الكرة الأرضية من تغير المناخ. وهذا رد الفعل بدل على أنه شعوب العالم لم تنقذ بعد وتتطلب جهود إضافية لوضع الاتفاقية المطلوبة. تمديد الفترة التفاوضية خطوة إيجابية، ولكن ستترافق بخسائر إضافية لحياة الناس والاقتصاد البشري.